أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في نشرة الأخبار من قناة حلب اليوم، نبدأها بالعناوين. تحركات إقليمية وعربية تعيد الملف السوري إلى واجهة الأحداث السياسية في المنطقة. عبر مسيرة مفخخة، الجيش الأردني يعلن ضبط أسلحة معدة للتهريب قادمة من الحدود السورية. سلطات رومانيا تعتقل في مطار بوخارست أحد أكبر المطلوبين للولايات المتحدة المتهمين بتمويل حزب الله اللبناني. استمرار دخول الزائرين السوريين من تركيا إلى الشمال السوري المحرر عبر المعابر الحدودية عقب الزلزال المدمر. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين. أجرت الخارجية الأردنية مباحثات مع نظيرتها البريطانية حول إيجاد حل سياسي في سوريا بالتزامن مع تحركات عربية أخرى بهدف إعادة تعويم النظام، مستغلين تجميد العقوبات مع النظام عقب الكارثة الإنسانية جراء زلزال سوريا المدمر. المزيد والتفاصيل. منذ اللحظات الأولى للزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شباط الحالي، لم يتوانى الأسد عن استغلال هذه الكارثة التي ألقت بظلالها على شعب أنهكته الحرب من أجل استعادة العلاقات السياسية العربية والإقليمية، مدعياً أن العقوبات الغربية تعيق وصول المساعدات للمنكوبين. وفي زحمة التحركات العربية بعد زلزال سوريا المدمر، والتي لم يقتصر بعضها على إرسال المساعدات الإنسانية فقط، يسعى الاتحاد البرلماني العربي إلى تشكيل وفد لزيارة سوريا لدعم الشعب السوري، داعياً إلى إعادة النظام لمحيطه العربي وممارسة دوره الفعال وفق وكالة واعي العراقية. وفي السياق ذاته، أجرت الخارجية الأردنية مباحثات هاتفية مع نظيرتها البريطانية للتوصل إلى حل سياسي في سوريا عبر الانخراط العربي مع النظام بشكل مباشر ووفق منهجية خطوة مقابل خطوة. كل ذلك تزامن مع مساع إماراتية عمانية كشف عنها موقع صوت العاصمة لترميم القطاع الصحي والبنى التحتية المدمرة بفعل الزلزال في مناطق سيطرة النظام عقب الزيارات المتبادلة الأخيرة بين الأطراف الثلاثة، مستغلين فترة تجميد العقوبات على النظام وفق المصدر ذاته. أما روسيا وإيران الحليفان الأبرز للنظام، أعادا الحديث عن التقارب التركي مع النظام بعد انقطاعه بفعل الزلزال، مشيرين إلى إمكانية تنظيم اجتماع رباعي قريب مع غياب أي تعليق من قبل النظام وأنقرة إلى ساعة إعداد التقرير. وفي ظل التحذيرات من التحركات العربية والتي من الممكن أن تحرك مياه التطبيع مع الأسد، تجنبت كل من الرياض وقطر الاتصال المباشر مع النظام عند إرسال المساعدات للمنكوبين في مناطق سيطرته، في حين اعتبر مجلس سوريا الديمقراطي أن التعامل العربي غير المشروط مع النظام يؤدي إلى تعويمه. لمزيد من التفاصيل حول هذا المحور، يسعدنا أن ينضم إلينا الأستاذ أحمد بكور، رئيس المكتب السياسي للهيئة السياسية في إدلب. مرحبا بك أستاذ أحمد. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ، نسمع ما بين كل فترة وأخرى. نعم، أود أن أبدأ أستاذ أحمد معك بسؤال عن يعني كيف يتم يعني الدعوة من قبل البرلمان العربي الألماني إلى عودة النظام إلى محيطه العربي في ظل الاتهامات العربية والأوروبية والغربية الكثيرة له بارتكاب جرائم. طبعا للأسف حينما نقف أمام مجموعة القرارات التي صدرت عن ما يسمى الاتحاد البرلماني العربي، وكأننا نشعر وكأنهم خارج التاريخ، خارج سياق الواقع، خارج سياق أولويات شعوب قبل ما بأولويات الشعب العربي السوري. لو استعرضنا بعض تلك القرارات التي أشادوا بها فيما سمي بدور المرأة بالتنمية المستدامة، ولا نعرف ماذا طبعا يقصدون بهذا الدور الذين يبحثون عنه والتنمية المستدامة
التي طبعا أصبحت من مخلفات الشعوب. الأمر الآخر ما سمي بالترحيب بإدانة الأمم المتحدة لجريمة نابلس، مع العلم أنه هو عبارة عن بيان صدرته هيئة الأمم المتحدة. الأمر الآخر تفعيل ما يسمى اتفاقية محاربة الإرهاب. أنا أستغرب يعني ما يسمى الترحيب باتفاقية محاربة الإرهاب، أنه مع العلم أنه هي اتفاقية قديمة، ولكن للأسف علوها أنا كنت أتمنى يكونوا محددين من يقصدون بالإرهاب، وما هو الإرهاب، وما هي آليات أو دورهم في تلك المحاربة. نعم بالإضافة إلى الأمر الآخر، إدانة حرف القرآن الكريم اللي كنا نحن كلنا ننتظر كشعوب عربية كحد أدنى قطع العلاقات أو تهديد بقطع العلاقات، إلى أن نصل إلى تشكيل لجنة من 14 برلمان عربي يزور دمشق، على حد مقولة رئيس مجلس النواب الأردني، اللي اليوم أنتم حتى بالتقرير المداخلة الأولية قلتوا بأن طبعا الأردن ضبطت شحنة أسلحة مهربة من سوريا إلى العراق، عفوا من سوريا إلى الأردن. وأيضا الأردن دائما تشتكي من طبعا تحول سوريا إلى مصدر للبنتاغون، مصدر للحشيش، مصدر نعم للقلق والخوف. ونسمع أحمد الصبدي يصرح بأن سوريا هي قلبنا النابض. نعم أنا ما بعرف يعني شو بيقصد بالقلب النابض، أي قلب هذا؟ رغم ذلك أستاذ أحمد، هناك أنباء عن مساعي إماراتية عمانية لترميم القطاع الصحي والبنية التحتية في مناطق سيطرة النظام. كيف سينظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى هذه المساعي في ظل وجود العقوبات ورفض رفعها قبل انخراط النظام بعملية سياسية؟ طبعا نحن انا بقدر اقيس الموقف العربي من ما جرى حول تصويت الجمعيه العموميه حول موضوع اوكرانيا. وطبعا النظام هو بالتالي اداه لدى روسيا، وروسيا هي طبعا المتحكم الاساسي حاليا في سوريا. لاحظ معي استاذ، بالتصويت فيما يتعلق بموضوع الملف الاوكراني اللي صوت عنا 141 طبعا دولة من أصل الدول الموجودة في الجمعية العمومية موافقين على قرار طبعا الانسحاب الروسي من الأراضي الأوكرانية. الأربعة الغير موافقين للأسف لاحظ منهم يعني يعتبروا أداة لروسيا، هن فرضنا أريتريا، كوريا الشمالية، بيلاروسيا وسوريا. 28 دولة امتنعوا عن التصويت، وأغلبهم من الدول العربية، حتى إيران التي يعني تعتبر في توافق كامل مع الروس لم تصوت مع القرار، حتى بعض الدول العربية، لبنان، العراق. إذا لا أحد من الدول العربية يمتلك الجرأة على الخروج نعم عن الإرادة والأجندة الدولية. نعم وبالتالي النتيجة أستاذ أحمد برأيك هل ما حاول يواجهه في الأردن تلك من الأزمة حرب؟ الدولية أستاذ أحمد إذا كنت تلك تسمعني، الضغم الحرب بين سوريا الضغط. نعم أستاذ أحمد كنت أسألك إذا كنت تسمعني، معك هل ما يواجهه تفضل. برأيك، هل ما يواجهه الأردن من حرب مع ميليشيات تهريب المخدرات هو ما يدفعه للسعي إلى تعويم النظام، أم أن هناك دوافع أخرى برأيك؟ بالعكس تماما، طبعا جربنا نحن موضوع درعا وموضوع الحدود ما بين الأردن وسوريا، طبعا ولا زال الأردن يعاني من الحدود السورية. وهناك طبعا تعرفوا أنتم قرار دولي فيما يتعلق بتجارة الكبتاجون، وطبعا تأجيل هذا القرار بسبب موضوع الزلزال. وإنما هي يعني أنا بقول سياسة براغماتية، محاولة طبعا تمييع خلينا نقول المواقف، وبالتالي عواطف بدون معنى، مواقف مجانية بدون معنى، للأسف صدرت عن ما سمي اتحاد برلمان على أساس عربي يمثل إرادة شعوبه، للأسف بعيد كل البعد عن إرادة شعوبه قبل ما يكون بعيد عن إرادة شعبنا اللي لا زال نعم يعاني منذ نعم 2011 حتى الآن من إرهاب وظلم هذا النظام وعدوانيته على شعبه. والنظام الذي أدين
باغلب المنظمات الدوليه وبقرارات دوليه، ومعروف لدى الجميع بان لولا طبعا فتره تلك الزلزال واللي عايشينها ومحاوله النظام استغلالها لكان طبعا نعم القرارات الدوليه بطرق شكرا. التنفيذ. ومهما طبعا حاولوا تجميل صوره هذا النظام القبيح لابد من انه واصل الى مرحله السقوط، نعم وبالتالي أستاذ أحمد، الإدانة الدولية بمجمل نعم الجرائم التي قام ولا زال يصر على القيام بها. شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد بكورة، رئيس المكتب أحمد بكر السياسي، أحمد بكر رئيس المكتب السياسي للهيئة السياسية في إدلب، كنت معنا، شكرا جزيلا لك على حضورك. حياكم الله. أحبط حرس الحدود الأردني محاولة لتهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية لينضم إلى تهريب الكبتاغون من سوريا، تهريب الأسلحة والقنابل، المزيد في التقرير التالي. أسلحة هذه المرة قادمة من مناطق سيطرة الأسد، قال الأردن إنه أحبط تهريبها. الجيش الأردني أعلن عن تمكن المنطقة العسكرية الشرقية على إحدى واجهاتها من إحباط محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية. وبحسب وكالة البتراء الأردنية فإن الطائرة المسيرة المحملة بأسلحة كانت مفخخة لتنفجر في حال ضبطها، إلا أن فريقا هندسيا قام بالتعامل معها وفق الوكالة. الأردن الذي يواجه ما أسماها بحرب المخدرات منذ سيطرة قوات الأسد على درعا عام 2018 يعلن باستمرار عن ضبط شحنات مهربة من سوريا آخرها في 12 من شباط الحالي، حيث أعلن الجيش الأردني رصد محاولة مهربين اجتياز الحدود في المنطقة الشرقية واشتبك معهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار آخرين إلى داخل العمق السوري. ليعثر حرس الحدود الأردني بعد عمليات البحث على 181 كف حشيش و 179 ألف حبة كبتاغون. معهد نيو لاينز الأمريكي كشف في تقرير أعده عن تورط أفراد من عائلة بشار الأسد وكبار المسؤولين في نظامه، إضافة لميليشيا حزب الله اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه من سوريا، وهو ما يتسق مع ما جاء في موقع درعا 24 الذي أكد أن عصابات محمية من قبل أفرع الأسد الأمنية استغلت شباب قرية خراب الشحم الحدودية في عمليات ترويج المخدرات وتهريبها إلى الأردن، وخاصة حبوب الكريستال، الأمر الذي أدى وفق الموقع لانتشار عصابات السرقة والتشليح في المنطقة وجعلها غير آمنة. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ أحمد المسالمة، الصحفي السوري من عمان. مرحبا بك أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم وللسادة المشاهدين لقناة حلب اليوم. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية أستاذ، تحدث الجيش الأردني عن ضبط أسلحة فقط، هل هذا يشير برأيك إلى وجود خلايا أو ميليشيات على الطرف الأردني لتنسيق عملية التهريب هذه؟ نعم، من الواضح جدا بأن العملية كانت هي تتبع لعملية تهريب مخدرات. الطائرة التي تم إحباطها أو إلقاء القبض عليها هي طائرة مسيرة بدون طيار فيها عدد من القنابل اليدوية وسلاح آلي لاستخدامه في يستخدمه الأفراد، وهي بندقية آلية من نوع M4. هذه المواد هي تستخدمها دائما عصابات تهريب المخدرات. قد يكون هناك طائرات أخرى وصلت محملة بالمهربات من المخدرات مرت عبر الشريط الحدودي دون أن تتلفت لها إلى السلطات الأردنية وتم إلقاء القبض على هذه الطائرة أو إسقاط هذه الطائرة وإنزالها من الجو. ولكن هذه الطائرات قد يكون هناك مراقبين لها، ودائما ما تكون، إذا نظرنا إلى أن طائرة تخرج من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية حتما أن يكون هناك من يقابل هذه الطائرة أو من ينتظر هذه الطائرة حتى يفرغ حمولتها ليقوم بترويجها أو تهريبها أو إلى آخره من الأحداث. هناك
خلل كبير على جانبي الحدود من قبل الميليشيات الشيعية الإيرانية وحزب الله اللبناني والفرقة الرابعة بتهريب المخدرات، فلهم خلايا موجودة على الأراضي الأردنية، هذا أمر محسوم جدا نعم. وخصوصا مهربين المخدرات. بالتالي استاذ احمد، يعني برايك في ظل السيطره الروسيه على الجنوب السوري، ما هو دور القوات والدوريات الروسيه الموجوده في الجنوب السوري في ضبط الحدود؟ القوات الروسية منذ بداية وجودها في الأراضي السورية وهي تراقب الأمر وهي تشاهد هذا الأمر وتضع رأسها في الأرض كما النعامة، لا تقدم أي شيء لهذه الأمور ولا تفعل أي شيء أمام التقدم الروسي، بل تساعد وتعاون إيران على التقدم والسيطرة والانتشار في الجنوب السوري. الدوريات الروسية موجودة والقواعد الروسية في الجنوب السوري موجودة، وخصوصا في البانوراما، وأيضا في بعض الطرقات هناك دوريات تشاهد، وفي معبر حدود نصيب هناك دورية ثابتة ومركز ونقطة عسكرية روسية للشرطة العسكرية الروسية، وأمام هذه النقطة يتم دخول وخروج الفرقة الرابعة التي تعمل مع إيران وتعمل مع ميليشيات حزب الله اللبناني، والتي تم في بداية هذا العام شرعنتها من قبل النظام بالوصول إلى المعابر الحدودية تحت حجة أنها تساعد الجمارك، بل هي تساعد في تهريب المخدرات وتساعد تهريب المخدرات. روسيا كانت الضامن نعم. لاتفاق الجنوب بمنع تقدم إيران على المشارف الحدودية والشريط الحدودي إلى 70 كيلومتر، ولكن الحقيقة روسيا هي التي أوصلت إيران وحزب الله اللبناني على الشريط الحدودي، لأن النظام يسيطر فقط اسميا ولكن السيطرة على الأرض هي لإيران، والكلمة الفصل هي لروسيا. نعم، هناك أكثر من تقرير محلي وعربي أستاذ أحمد تم من خلاله إثبات تورط ميليشيات تابعة للنظام وحزب الله بالضلوع في عمليات إنتاج وتهريب المخدرات. برأيك لماذا لا يقوم الأردن باتخاذ إجراءات سياسية ودولية لإنهاء هذه العمليات؟ نعم، هناك محاولات من بعض الدول العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بالتقدم بالتقارب مع قوات النظام أو التقارب مع النظام لوقف جحيم هذه المخدرات، أن يتم التقارب بالمقابل أن يتم الضغط على هذه الميليشيات لوقف عمليات التهريب، ولكن بالحقيقة بشار الأسد لا يمون على حتى مهرب واحد من المخدرات، لا يستطيع أن يتحكم بمصير مهرب واحد، أن يوقف تهريب واحد من المهربين، علما أن هذه المواد والمهربات والمخدرات هي الآن مركز أو مصدر للتغطية المالية للميليشيات والعمليات العسكرية التي يقوم بها والتجنيد والتشيع، ومصدر مالي كبير للميليشيات الإيرانية. فالدول يجب أن تكون حازمة أكثر، وليس فقط ضبط الحدود، إنما الضغط على النظام ورأس النظام لمنع هذه التهريب والمخدرات، لكنهم يعلمون تماما أن هذا النظام لا يمون على شيء وليس بقادر على فعل. خصوصا أستاذ أحمد أن عمليات التهريب هذه تأتي بالتزامن مع الحديث عن تقارب ما عربي مع نظام الأسد، لماذا يستمر نظام الأسد بالسماح لعمليات التهريب بدلا من تطمير الأردن والدول المجاورة العربية؟ عندما يكون لبشار الأسد دور في سوريا يستطيع أن يضبط الحدود، يستطيع أن يضبط التهريب، يستطيع أن يضبط أي شيء، ولكنه لا يمون على شيء، ليس بيده القدرة على أن يضغط على أي عنصر من ميليشيات حزب الله اللبناني، ولا على إيران ولا على روسيا ولا على أي من المتشيعين أو عناصر ميليشيات محلية، عناصر حاجز لقوات النظام، عناصر الحاجز التي تتبع لجيش النظام بشكل مباشر، ليس عليهم سلطة ولا يستطيعون أن يتحكموا بحاجز أو يفرضوا هيمنتهم على حاجز، هم يتحكمون بالمديين ويتعاملوا مع الأهالي والسوريين كسكان ولا يتعاملون معهم كمواطنين، وإنما فقط يقومون بالضغط عليهم. أما إذا ذهبنا إلى الجانب الآخر، إن كانت إيران وإن كانت الميليشيات والشيعة والأجانب الذين أتوا، لا يستطيع نظام الأسد التقرب عليهم ولا يستطيع أن يضغط عليهم، والجميع يعلم بذلك والدول تعلم بذلك بأن نظام الأسد هو دمية بيد هؤلاء فقط لا. نعم، الأستاذ أحمد المسال من الصحفي السوري، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.
اعتقلت السلطات الرومانية محمد إبراهيم بزي، أحد أكثر المطلوبين لوزارة العدل الأمريكية، والمتهمين بتمويل ميليشيا حزب الله اللبناني، وذلك في مطار العاصمة الرومانية بوخارست. وقالت صحيفة النهار اللبنانية إن بزي يحمل الجنسية البلجيكية إلى جانب اللبنانية، وهو مدرج على لائحة الإرهاب الأمريكية منذ العام 2018، وقد تم سابقا رصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات تنبئ بمكان وجوده. ويملك بيزي مجموعة شركات تجارية ضخمة في بلجيكا ولبنان والعراق وعدة دول في غرب إفريقيا، يقدم من خلالها الدعم بملايين الدولارات إلى حزب الله، وجميعها خاضعة للعقوبات الأمريكية. أعلن القائد العام للفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري حسام ياسين تعيين مضر النجار قائدا عسكريا جديدا للفيلق، وتعيين عصام بويضاني قائد جيش الإسلام سابقا نائبا له. وجاء ذلك في بيان صدر عن هيئة الأركان التابعة للحكومة السورية المؤقتة. ويتألف الفيلق الثالث بقيادة حسام ياسين القائد العام من كتلته الأكبر الجبهة الشامية، إضافة إلى جيش الإسلام والذي انضم إليه بعد تهجيره من غوطة دمشق الشرقية، بالإضافة إلى فيلق المجد والفرقة 51 ولواء الإسلام. هذا وكان قد أعلن عن تشكيل الفيلق الثالث في تشرين الأول من عام 2021. دب الهلع والخوف في المناطق التي ضربها الزلزال، وكبرت الحاجة لتقديم المساعدات العاجلة. كاميرا حلب اليوم التقت مواطنين في سلقين بمحافظة إدلب للوقوف على احتياجاتهم ومناشداتهم. نحن هلا في سلقين، امبارح صابنا زلزال كثير قوي وشديد وصابنا رعب وخوف، وطلعنا حافيين والأطفال معنا صارت تبكي وصاروا يطبطبوا فوق بعضهم، العالم يعني كلياتها طلعت في الشوارع، ما في مأوى نتقاوى فيه، نحن بدنا بس مأوى نتقاوى فيه. يعني بس انه بدنا خيام مساعده نتقاوى فيها بس. عنا اطفال، عنا اولاد، عنا مريضين، عنا اطفال معاقين كمان، يعني قسم بالله امبارح العالم كله في الشوارع، شيء 40 50 شخص، نحن 40 شخص نمنا فوق بعضنا في خيمه واحده، نحن بس بدنا مأوى فوق راسنا، بس بدنا نتقاوى فيه. زلزال رخور كمان اجوا عيتين ثلاثه وعلى غير عبيه، تفضل. والله كلياتنا نمنا 28 شخص بالخيمه. طلعنا في واحدة فوق كمان من النوم عنده، أقسم بالله مليانة. إيش مطلبك؟ إيش بدك يا حجي؟ بدي خيمة بس، بس خيمة، ما بدي شيء أنا من الله. خيمة وخيمة للقوي هالناس بس. عندي كنتي كمان، أنا هذا بيعرفه، ظهره مكسور، أربع فقرات، كتفه مكسور، ودانها من هام ريحة. بدنا نجيبها هلا، هي عند ما والله امبارح جبنا الصبي هذا هلا شلناه منها امبارح من الخوف، يعني العالم صارت تطب حالها من البلاكين، يعني كثير كثير تاذت العالم، في عندنا اربع خمس حالات هيك نفس الشيء. لا بقى بدنا لا معونه، لا يجيبوا لنا لا معونه، لا يجيبوا لنا سردين ولا طون، ابي يجيبوا لنا سردين وطون وخبز الله يجزيه الخير. لا بقى بدنا كل هالشيء، بدنا بس خيام نقوي هالعالم بس. لا بقى ما بدنا شيء طويل، خلص لا بقى نطلب من كل هالامه، ما بقى حدا يجيب لنا غير خيام، بس خيام، ما طيبين لا اكل ولا شرب ولا نصوم، بس بدنا خيام، بدنا نستر ونستر هالعباد بس. تعاني العائلات المتضرره جراء الزلزال الذي ضرب بلده جنديرس شمالي حلب من اوضاع صعبه داخل مراكز الايواء المؤقته مع ضعف الخدمات العامه. المزيد في التقرير التالي. هذا ما أمسى عليه مسكنهم القديم، بات أنقاضاً وركاماً بعد الزلزال المدمر، والذي كان لبلدة جنديرس بريف حلب نصيب كبير من ضحايا. خيمة قماشية بالكاد تتسع لهم، منهم من فقد أخاً وزوجاً وابناً، وآخر فقد كل شيء. أكثر من 300 عائلة باتوا يسكنون مخيم التل الواقع على أطراف مدينة جنديرس، وسط افتقار لكثير من الاحتياجات. نزل بيتي من الطائخة للبناء كلها ردمت للأرض، والله كل شيء راح،
كل شيء هوياتي. أنا مرت شهيد، جوزي راح وابني راح مع إيه بهالزلزال هاد راحوا. والله جينا لهو جهونا بيركب هالمخيم، نحن بعازة والله لشواضر أكتر الشيء. حتى لباس أنا ماني لابس لباس لحد الآن، إلا من الجيران جابوا الكنزة لحتى لبستها. جيت من المشفى ما لقيت شيء هنا بالبيت مع أهلي بالخيمة، طلعنا بأيدينا. قرابة 40 مخيما ومركز إيواء تم إقامتهم للمتضررين من الزلزال على أطراف مدينة جنديرس، ضمت أكثر من 1200 عائلة حتى الآن. وتسعى غرفة عملية إدارة الكوارث التي تم تأسيسها عقب الزلزال لإدارة الأزمة في المدينة لتأمين مسكن لألف عائلة ضمن مراكز إيواء وتوفير لهم المستلزمات بحسب بيان نشرته الغرفة مؤخرا. وفي عنا نقص مياه الشرب، نحن هون المخيم غير مخدم بمياه الشرب نهائيا، ما حد ولا في جهة دعمت مياه الشرب، وحتى في نقص بالمياه النظافة. يعني عندنا هلا 360 عائلة موجودة، عندنا حوالي 16 خزان فقط أو 17 خزان، يعني هذا غير كافي. أكثر من 250 بناء في جنديرس تهدم بشكل كامل، في حين بلغ عدد الأبنية المتصدعة أكثر من 1100 بناء، وعدد الوفيات جراء الزلزال فاق 1000 بحسب غرفة عملية إدارة الكوارث، فيما لم يصدر عنها إحصائية نهائية بعدد العائلات التي شردها الزلزال. في آخر تحديث لغرفة عملية إدارة الكوارث في جنديرس قالت إن أكثر من 1000 عائلة لم يتم تخديمها حتى الآن، بينما تم تخديم قرابة 3000 عائلة وتأمين مستلزماتها الضرورية، لكن يبقى حجم الكارثة والاحتياجات كثيرة تفوق ما تم تقديمه. ماجد العمر، حلب اليوم، جنديرس. وعن نجاحات السوريين في دول اللجوء والمهجر، حلب اليوم تلتقي مع محمد عمر الشريف المهندس الذي نجح في البدء بمشروعه التجاري الخاص وخصص جزءا من وقته للتطوع وتقديم الخدمات الاستشارية المجانية للراغبين بدخول سوق العمل. بدأت عملي في التجارة من سن مبكر وقت كنا بسوريا، ثم انتقلت إلى الأردن، توسع العمل التجاري وبدأت أدخل غمار هذا الموضوع أكثر. بدأنا بمنتجات وكريمات العناية بالبشرة والشعر. انتقلنا على تركيا من 4 سنوات بفضل الله، حسنا نقرأ وندرس السوق التركي صح، وعملنا منتجات بتواكب تطلعات العملاء، وبفضل الله نجحنا وحسنا نبعث هاي المنتجات ونصدرها للدول العربية بشكل عام ونبيع فيها. خطرت على بالي فكرة انه انا لازم اطلع على السوشيال ميديا، وفعلا بدأت وكان في ترحيب كتير كبير من اصدقاء. هون اتسعت الدائرة وصارت تجيني اسئلة من اصدقاء ومن ناس برا وقت اللي احكي انا عن اسباب الفشل اسباب النجاح، وبفضل الله في كتير اشخاص ساعدتهم. في شخص اسمه احمد كان عم ينتقل من الوظيفة الى التجارة، وهي بداية صعبة كتير، فكان عم يشوف واحد من الفيديوهات واقتنع انه الموظف لازم ينتقل بعقليته للتاجر، ساعدته ببداية عمله وفتح شركة عقارية، وقفت جنبه من بداية الشركة، كنت مستشار لإلهم بفضل الله ونجحوا. وهلأ بعد نجاح الشركة العقارية دخلوا في موضوع زراعة الشعر، وكنت سعيد جدا أنا أنه بتجربته حسنا نتخطى الأشياء اللي أنا وقعت فيها واللي كان أكيد إلى تكاليف مالية ووقت، هو حسن يتخطاها بفضل هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين نجح. وفي كتير من الناس اللي أخذوا استشارة أو تنتين أو ثلاثة، وهي أشياء بسيطة لكن بتعمل فرق. نشرتنا مستمرة، وفيها بعد الفاصل موهوب بالتمثيل المسرحي الكوميدي يسخر موهبته لتقديم عروض ترفيهية للأطفال في مخيمات النزوح بريف إدلب. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين في نشرة الأخبار من قناة حلب اليوم. يستمر معبر السلامة السوري الحدودي مع تركيا باستقبال الزوار من اللاجئين السوريين في تركيا لقضاء إجازة في المناطق المحررة
بقرار استثنائي من الحكومة التركية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة. المزيد في التقرير التالي. صدمة زلزال مرعش المدمر فرقت الناس في كل الاتجاهات في سوريا وتركيا. السلطات التركية سمحت بعد الزلزال للسوريين المقيمين في الولايات التي ضربها الزلزال بقضاء إجازات في سوريا، لكن بضوابط محددة بالاتفاق مع الحكومة المؤقتة. أول شيء، لا يسمح إلا لحاملي الكملك من معبر السلامي، الولايات المنكوبة فقط. مدة الزيارة الحد الأدنى شهر والحد الأعلى 6 أشهر. يحق لجميع حاملي الكملك في الولايات المنكوبة القدوم. من يومين كنا ندخل بدون رابط، حاليا أصبح هنالك رابط يجب أن تتقيد فيه الناس، الحجز حتى لا يحصل ازدحام. أي شخص فقط كملك بإمكانه أن يراجع مديرية الهجرة والجوازات في كلس يستحصل له على إقامة مباشرة. أي شخص قادم معه أولاده الأطفال يجب أن يكون برفقة الوالدين. جمعية كفافي السورية نسقت مع إدارة معبر باب السلامة لتنظيم دخول السوريين القادمين من تركيا لقضاء إجازات في المناطق المحررة لتجهيز مراكز الإيواء ونقاط طبية. جايين من المناطق اللي صار فيها الزلزال، مقيم في تركيا، جاي من كرمان مرعش، فتحوا لنا الزيارات هون، والتسهيلات الحمد لله كثير كويسة، والحجز على الرابط أنا اليوم حجزت الساعة 10 الصبح، والحمد لله هلا صرت في الأراضي السورية، جايين نزور الأقارب. هذا المركز يضم تجهيزات لوجستية كاملة بالإضافة إلى نقطة طبية وكادر طبي كامل، وأيضا قامت الجمعية بإنشاء مركز إيواء في منطقة سجو لأهلنا الوافدين من تركيا الذين تضرروا من الزلزال الأخير لاستقبالهم في المركز كإقامة مؤقتة ريتما يتم تأمينهم في مكان آخر. إلى جانب معبر باب السلامة فتحت المعابر الأخرى بين تركيا والمناطق المحررة لدخول السوريين الراغبين في قضاء إجازات في قرار استثنائي تركي بعد زلزال مرعش المدمر، حيث تخطى عددهم 20,000 والأعداد بازدياد. لتفاصيل أكثر ينضم إلينا زميل عامر عاصي مراسل حلب اليوم من إدلب. مرحبا بك عامر، وبداية نسألك عن معبر جرابلس الذي تم فيه تعديل الحد الأدنى للمكوث في سوريا من 3 أشهر إلى شهر، ما سبب ذلك وهل ينطبق على جميع الذين دخلوا قبل هذا القرار إلى سوريا؟ أهلا بك وبالسادة المشاهدين. الحقيقة هذا القرار قرار دخول السوريين إلى تركيا كان قرار استثنائي نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها مناطق جنوب تركيا ومناطق الشمال السوري نتيجة الزلزال الذي ضرب المنطقة. لذلك أطلقت السلطات التركية قرار يسمح بدخول السوريون المتواجدون في المناطق المنكوبة في تركيا وفي الولايات المنكوبة في تركيا نتيجة الزلزال إلى الداخل السوري. صدر قرار يحد من مدة السوريون للدخول إلى سوريا وللخروج وعودتهم إلى تركيا. يتم دخولهم من خلال الكملك ومن خلال بطاقة الحماية المؤقتة من بعض المعابر. بعض المعابر يتم دخول السوريين من خلال بطاقة الحماية المؤقتة، وبعض المعابر يتم دخول السوريين من خلال تلك البطاقة بطاقة الحماية المؤقتة ومن خلال الجنسية المزدوجة. الحقيقة هذه القرارات هي قرارات استثنائية أصدرتها الحكومات أو السلطات التركية، ويتم الآن تنظيم هذه القرارات لأن كان القرار في البداية هو قرار عشوائي نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها تركيا ومر بها الشمال السوري. سمحت السلطات التركية بدخول السوريون المتواجدون في تركيا إلى هذه المنطقة إلى الداخل السوري نتيجة الأحداث التي مرت بها الولايات التركية المحاذية للمناطق السورية. نعم، والشمال السوري. دخل الكثير من السوريين عبر هذه المعابر إلى المناطق المحررة الآن، وبعد دخول هذه الأعداد أين يمكث هؤلاء الناس وما هي أوضاعهم؟
الحقيقة قسم من الأهالي يوجد لهم مكان ويوجد أبنيتهم السكنية لم تدمر بشكل كامل. جل الأهالي المتواجدون في تركيا من الأهالي السوريون هم فاقدين لمنازلهم أساساً من البداية. يمكثون قسم منهم يمكث عند أقاربهم المتواجدون في الشمال السوري، والقسم الآخر الذي لم يجد مكان يأوي إليه ذهب إلى مراكز الإيواء، مراكز الإيواء المنتشرة على طول المنطقة. يوجد بها عدد كبير من الأهالي الذين دخلوا من تركيا إلى سوريا نتيجة الزلزال الذي ضرب المنطقة، والقسم الآخر يلجأ إلى معارف وأقارب هم موجودون في الشمال السوري ويمكثون عندهم طيلة المدة الزمنية التي سمحت بها السلطات التركية بدخولهم إلى سوريا وعودتهم إلى تركيا. نعم عامر، ما هي آخر حصيلة للوافدين من المعابر إلى سوريا بعد كارثة الزلزال؟ الحقيقة جل المعابر أو جل الإداريين في المعابر لم يصرحوا عن إحصائيات دقيقة، إنما صرح معبر باب الهواء دخل من معبر باب الهواء من الأهالي السوريون حوالي 12,000 نسمة حتى هذه اللحظة، ما يقارب 12,000 نسمة. معبر باب السلامة لم يكن هناك حتى الآن إحصائية دقيقة تؤكد، لكن تتراوح الأعداد من 8,000 إلى 10,000 أيضا دخلوا من معبر باب السلامة. لكن المعابر الأخرى هي معابر ليست هي معابر رئيسية، وهي معابر تعتبر فرعية، لذلك لم يكن هناك دخول بشكل كبير مقارنة بمعبر باب السلامة ومعبر باب الهواء الحدودي. نعم، الزميل عامر عاصي مراسل حلب اليوم في إدلب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. سجل المركز الوطني للزلازل في سوريا أكثر من 42 هزة أرضية خفيفة خلال 24 ساعة الماضية، وأشار المركز في منشور عبر حسابه على فيسبوك إلى أن أكبر هذه الهزات تقدر ب4.7 و4.3 على مقياس ريختر في تركيا. وأوضح المركز بناء على هذه البيانات أن الوضع الزلزالي مستمر بعدد محدود للهزات أكبر من 4 درجات وعدد كبير أقل من 3 درجات، تتركز معظم هذه الهزات في منطقة لواء اسكندرون بحسب المركز. قضى الزلزال على أحلام اللاجئ السوري في تركيا مصطفى أمانة وأجبره على العودة إلى الشمال السوري بعدما خسر مسكنه ومحله. مصطفى كان قد اضطر للفرار من دمشق إلى تركيا قبل سنوات عدة بسبب قصف النظام لحي القابون الذي كان يقطنه قبل فراره من سوريا. أنا من سكان الشام من عام 1983، حي القابون، حي تشرين. بال 2011 صار الثورة، وصلنا نتضايق من قبل ميليشيات وقصف بيتنا النظام، واضطرينا نطلع من الشام بتيابنا أنا وأولادي وعيلتي، يعني الله سلمنا دخيل اسمه، وجينا للشمال السوري. من ثم طلعنا على تركيا، ما لنا إلا غير نطلع على تركيا. طلعنا فتحت محل بيتزا ومعجنات بحي بكرخان بتركيا بهتاي بكرخان، واستأجرت بيت وصرنا نعيش يعني قد ما عم نشتغل، الحمد لله ماشي الحال، متقاويين. وقت صار الزلزال فقدنا كل شيء، مصدر الرزق، البيت، فقدنا كل شيء خلال ثواني. الله أكبر. صفينا بالشارع وما لنا حدا وغرب بتركيا، اضطريت اجي للشمال السوري، وحاليا انا في مركز ايواء مقاوي هالعباد، املا على انه ينقلونا على مخيم. تعتبر قرية الملند بريف إدلب الغربي إحدى أكثر القرى تضرراً جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة، حيث رصدت كاميرا حلب اليوم حجم الدمار في القرية التي غادرها الكثير من سكانها. مراسلنا جمعة الأحمد والتفاصيل.
نحن الآن بقرية الملند، إحدى أكثر القرى تضررا بريف إدلب الغربي جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا. خلفي مباشرة نشاهد حجم الدمار الكبير الذي لحق في هذه القرية، وبحسب حصيلة للمجلس المحلي هنا في هذه القرية تضرر بشكل كامل أكثر من 190 منزلا، بالإضافة إلى ارتقاء 40 شهيدا وأكثر من 90 جريح من بينهم نساء وأطفال في هذه القرية. ومعي الآن أحد الناجين للحديث أكثر عن الأضرار التي حدثت هنا. يعطيك العافية عم، والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو صار معكم يوم الزلزال بهذا الحي؟ يا أستاذ، أنا بيتي ملاصق لمسجد القرية. بيتي عنه مترين فقط، أقرب بيت في القرية. والجامع كان مبني من الحجارة والإسمنت، وارتفاعه شي 10 متر الجدار، 4 جدران طبعا. وأنا كنت نايم بهالغرفة هاي اللي شايفها، وتختي تحت الصخور هاي هون بهالغرفة، بس سطح البيت التحت الداخلي طمرني بالردام، صبت براسي بإجري وأسعفوني يعني، طلعوني من بين الردام. والحمد لله الله قدر ولطف، وشوف عينك، مع لو ما لطف الله مستحيل حدا يطلع من هالبيت يعني تحت الصخور. وإلنا عمر إسا يعني ضلينا الحمد لله على السلامة. إذا كما سمعنا مشاهدينا، أضرار كبيرة لحقت في هذه القرية. هنالك المئات من العوائل الآن يفترشون التراب، يحتاجون إلى خيام من أجل أن يعني يقطنوا بها، لأن منازلهم أصبحت مدمرة بشكل كامل بهذه القرية. هي حال العديد من المناطق في شمال غربي سوريا التي أصابها هذا الزلزال، والزلزال الذي أيضا ضرب المنطقة منذ يومين، والذي كان بقوة 6.3 على مقياس ريختر للزلازل. جمال أحمد حلب، اليوم ريف إدلب. عائلة من جنديرس بين قتيل ومصاب ومفقود. عمة الطفل فاطمة شيخو تعمم على ابن أخيها المفقود، علّه يكون في أحد مشافي المحرر أو تركيا. اسمه مصطفى مشير شيخو، مفقود ولم تعثر عليه فرق الدفاع المدني بعد إزالة الركام. رب العائلة مشير شيخو في العناية المشددة في مشفى إدلب. قتل أبناؤه الثلاثة مع زوجته وابنه الرابع المفقود. كانوا نايمين الساعة 4 وقت صار الزلزال. أخوي كان عامل عملية من قبل، شالوا أولادهم ورقد فيهم، نزلوا من الطابق الثالث. وقت صار بالممر أخوي طلع يفتح السيارة يحط أولاده ويطلعوا، ما لحق. هون هدم البناية كلهم عليهم، انجد البناية كلهم عليهم. أخوي معجزة من رب العالمين، طلعوا من تحت الأنقاض، عنده إصابات نزف براس والصدر. ومرت أخوي والولادة ثلاثة توفوا، وعندي واحد مفقود، منات أخوي مفقود، ما خلينا مطرح نحن نسأل عليهم، لحديت هلا ما لقينا له أثر، ما بنعرف إذا كان عايش ولا لا. اللي طلعوا يعني ما كان بيناتهم، الطفلة كانت متوفية على صدر أمه، هن الشقة التوأم، أخوي التوأم كان متوفي وهو مفقود، ما لقينا له أثر، شالوا الرديم كله وما لقوا. فبطلب من الله تعالى واللي عم بيسمع الحكي انه يلاقوا له ابن اخوي. الدكاترة راح يطالوا ويحطوا له بالعمليات، يشيلوا النزف من راسه وصدره. نظر من الله تعالى انه بس يشفيه، الله يكون يحن قلبه عليه ويشفيه ويجاه سيدنا محمد. غايب عن الوعي، صار له 11 يوم غايب عن الوعي، لساته بغيبوبة. وامي وابوي لحالهم، كمان بيت انتهت، امي انصابت كمان باجراها، ابوي زلمه كبير الحمد لله ما صار له شيء، بس امي. وبنت اختي كمان انصابت بالزلزال، هي انكسر حوضها واجريها وساتها بالمشفى، والبقيه جروح. منهاره كيف بدها تكون، راح العيله كلها وراح ابنه اولاد ابنه، الله المستعان. قل لك منهارة، عائلتي منهارين، ما له من بعض الله غيري، أنا اللي عم أطلع. ضليت 4 أيام أخوي مفقود، ما خليت مطرح أدور عليه، ما خليت مجال التواصل، أنا عم بدور عليه ما ألاقي.
ألف الحمد لله كان في دكتور هون والناشر صورته، ألف الحمد لله رب العالمين لقيناه وجينا. يسخر فراس الأحمد موهبته في التمثيل المسرحي الكوميدي لتقديم عروض ترفيهية للأطفال في مخيمات النزوح في الشمال السوري. سبب زيارتي للمخيمات هو سبب إرجاع البسمة المفقودة اللي فقدوها بسبب نزوحهم وتهجيرهم، بسبب أنه فقدوا بيتهم بقصف الطيران الغاشم، فقدوا ألعابهم، فقدوا ضحكتهم اللي كانت عطول موجودة في قلب البيت. رسائل التوعية اللي بقدمها أو بالمسرح الألعاب الدمى هي درس توعي عن النظافة، عن أنه ما يشيلوا أوساخ من الأرض، ما يشيلوا مثلا شيء مؤذي، شفرات أو إبر أو مثلا قنابل أو أي شيء يكون غريب حتى ما يأذوا حالهم. وبنفس الوقت كمان بحكي عن دروس توعي بالنظافة الشخصية، عن نظافة المكان اللي هني فيه حتى ما ينصابوا بمرض أو بشيء أذى لهم. هلا هو عملي انا تطوعي انساني من 7 سنين تقريبا على هذا الموال. العمل انا من غايتي انه وصل لاكبر عدد من الاطفال المفقودين الابتسامه، وبتمنى من الناس اللي عم تشوف او بتشوف افعالنا او اعمالنا انه ولو بتدعمنا بشيء بسيط حتى نتم مستمرين بهذا العمل حتى ما نوقف. وخاصه انه العمل التطوعي له مجهود كثير، له مصاريف كثيره، وبده يعني شيء مثلا انه اخذهم شيء معي للاطفال، اخذ لعبي او اخذ اي هديه للطفل لحتى يفرح اكثر. بتمنى انه المنظمات تدعم هيك فئه او هيك ناس عندها شيء موهبي او شيء يقدمه للدعم النفسي. أعزائنا المشاهدين، نهاية نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. شكرا لكم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم. ندعكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.